Hello, everyone. Today we are studying Unit 7, Lesson 2, The Future Simple. The Future with Will, ده زمن بنسميه المستقبل البسيط. أي زمن بناخده أو بنراجعه، هو هنا مراجعة، بنعرف عنه تكوينه، الكلمات الدالة عليه، إزاي أعمل نافي، إزاي أعمل سؤال. واتدرب كتير على استخدام الزمن بجمل مختلفة وحل جمل كتير، ده أفضل طريقة لمذاكرة الجرامر. أفضل حتى من إن أنا أحفظ القاعدة. يعني طالما بتكلم عن ويل يبقى مستقبل. مستقبل يعني إيه؟ يعني حاجة لسه هتحصل. بيتكون من ويل زائد مصدر الفعل. يعني إيه مصدر الفعل يا مستر؟ يعني الفعل الأصلي، the main verb، بدون إضافات أو تصريف، يعني لآخره إس، لآخره أي إن جي. مثلا لو قال لك went ماضيها go، reads ماضيها read، playing ماضيها play، رجعوا للأصل بتاعه مع كل الضمائر. يعني ما فيش مشكلة ولا أي فرق بين I, he, she, it, we, you, they، كلهم زي بعض، لأنه في بعض الأزمنة يقول لك مع I و we و you و they كذا، ومع he و she و it كذا. لا، في المستقبل البسيط اللي هو باستخدام will ما فيش أي مشكلة، كله بياخد كلمة will وتختصر إلى apostrophe ll، والنفي بيكون want will not وتختصر إلى want، وأيضا يجي بعدها مصدر. مثال: The headphones will be. أما الـ be دي إيه؟ be دي مصدر am و is و are. يعني مثلاً أنت دلوقتي تقول على نفسك I am a student. خلي بالنا من be دي بتلخبط برضو. I am a student. طيب إن شاء الله في المستقبل بعد عمر طويل كده هتبقى إيه؟ I will be كذا. A doctor, an engineer, a teacher, an accountant, a nurse. اللي أنت عايزه. A programmer. حسب بقى. فلو عايز اقول سوف اكون اقول I will be. طب انا اكون دلوقتي I am. طب كنت اقول I was. اوكي. اوكي. ماشي. لو عايز اعمل سؤال ابدأ بكلمة will، بعدين الفاعل، بعدين المصدر. Will you go swimming? Yes I will. او no I won't. هنا الإجابة لازم تكون yes أو no، لأن بدأت ب will وبنسميها هنا مساعد، زي do، زي does، زي is، زي are، زي was، زي where، زي can، زي could، shall، may، have، has. كل الحاجات دي لو بدأت بيها على طول أجاوب ب yes أو no. طيب لو عايز تعمل سؤال بأداة استفهام تبدأ بأداة الاستفهام وبعدين will وبعدين الفاعل. يعني إيه فاعل؟ يعني I, he, she, it, we, you, they، أحمد، علي، the teacher، أي اسم أو ضمير. وبعدين المصدر. يعني مثلا الجملة بتقول What will you do tomorrow؟ أجاوب أقول I will study science، أذاكر علوم. I will go to the club، هروح النادي. لأنه هنا بسأل على الفعل، ماذا سوف تفعل؟ لكن لو قلت أين سوف تذهب؟ Where will you go؟ ماذا سوف تذاكر؟ What will you study؟ ده بالنسبة للفيوتشر سيمبل. بنستخدمه طبعاً عشان نتكلم على أحداث سوف تحدث في المستقبل، التنبؤ في المستقبل. علشان كده الكلمات اللي بتيجي معاه tomorrow، in the future، soon، next، next week، next month، next year بمعنى القادم، أو كلمة إن ومعها تاريخ في المستقبل. يعني مثلا in 2025 people will use electric cars. In 2030 there will be a very developed iPhone مثلا. ممكن برضه استخدم الأفعال دي، maybe، I hope، I think، I promise، I am sure، I expect، I predict، أتنبأ. ممكن استخدم برضو التعبيرات دي للتعبير عن المستقبل، maybe لو انا مش متاكد، probable، probably، perhaps في حاله عدم التاكد، when you are not sure. With شهد، number one. What invention do you hope we in the future and we'll see. We'll see. Okay. Choose. على طول اختاري على طول، ما تقوليش هنحط وهنشيل والكلام ده. أو ممكن تقولي my answer is.
Number two, Shahd, Maryam. Number two, I think the headphones are very useful for traveling. Will be good. Will be very useful for traveling. يعني إيه يا مريم؟ useful. يعني اللي هو يستخدم فيه. لا useful صفة بمعنى مفيد. Use يستخدم. Useful مفيد. حاجة مفيدة. Number three, سلمى. Okay. Do you predict that the weather hotter in the future will get? Good. Thank you. Ziad, number four. Life easier in the future. Johannes, will be. Yes. Muhammad, shops close in the next 10 years. لو صوت مسموع اتكلم كده. Shops close in the next 10 years. لا كده ما عندكش صوت. Okay. طبعا in the next 10 years يبقى الإجابة will shops close in the next 10 years? One. Cafes. اللي هي المقاهي. Okay. In the future هتكون will close. تمام. Will close. Number two. مريم. I hope there the releases air pollution. Pollution. Please. Pollution. Pollution. What's the correction of is? قلت أنا في الشرح من شوية مريم إنه is المصدر بتاعها إيه؟ كم بيصة؟ أيوة تمام حطي قبلها will تبقى will be. Very good. Next. سلمى. Number three. Okay. I'm sure people use drones in the future. Will use. I am sure people use drones in the future. Yes, will use. Will use. Okay. درونز دي اللي هي طيارات بلا طيار. طيارة بيستخدموها عارفين الكاميرات. في كاميرا كده في طيارة صغيرة كده زي الهليكوبتر بتشيل الكاميرا وتصور من الجو. دي اسمها ايه درون؟ عرفتوها؟ حد شافها قبل كده؟ انا عارفها مستر عارفها بشوفها كل يوم. تمام دي درون. دي اسمها درون. طيارة بلا طيار. حفظوها بقى لأنها كلمة جت في الورك بوك وما جتش في الكلمات. طيارة بلا طيار. طيب next. زياد. Number four. I think we shopping online more. Will do. تمام ما فيهاش مشكلة. Will do. Okay. F. الحالة الأولى. اللي هي بيسموها F1 يعني الحالة الأولى لف. F معناها إذا أو لو وبيجي بعدها زمنين أو فعلين أو جملتين. كل جملة فيها subject يعني فاعل وبعد كده فعل وبعدين comma وبعدين subject فاعل وبعدين verb أو فعل. طيب الحالة الأولى لف إذا جي بعدها present simple اللي هو المضارع البسيط. الناحية الثانية يجي future يعني will زائد المصدر. وممكن استبدل كلمة will بكلمة may أو can أو might
بس الأساس عندي كلمة إيه؟ will. القاعدة دي حفظها بالشكل ده وما يهمنيش في حاجة. أمال إيه اللي يهمني؟ اللي يهمني شكل الفيرب. أنت أصلاً هتعرف إزاي إن هو مضارع بسيط بشكله، هتعرف إزاي إن هو مستقبل بشكله. المستقبل ما فيهوش مشاكل، إحنا قلنا هيبقى will أو may أو can أو نفيهم، اللي هو will not أو won't أو can't أو may not حسب. بس الأساس بتاعنا في القاعدة اللي هو will أو will not. حلو، بس لازم يكون فيه في الأول إيه؟ subject، فاعل. if he كذا he will كذا. طيب أشكال المضارع البسيط، يعني شكل الفعل ده، هو عشان تعرف إن هو مضارع بسيط، أولا زي ما قالت شهد الفعل زائد s أو بدون s، يعني ممكن يبقى مثلا زي play أو plays، go أو goes، أو يكون منفي يبقى doesn't أو don't يليها الفعل. طيب ده المضارع البسيط العادي. طب المضارع البسيط مع verb to be يكون am أو is أو are. هل ده مضارع بسيط؟ آه مضارع بسيط. طيب المضارع البسيط مع verb to have هيبقى have أو has. أكل اللي آخره إس ده عشان ترتاح بيجي مع هي وشي وإت والمفرد. كل اللي آخره إس في الإنجليش بيجي مع هي وشي وإت والمفرد، طبعا أفعال مش أسماء، يعني is وwas وhas وكل ده بيجي مع هي وشي وإت والمفرد. طبعا أنت لازم تعرف إمتى استخدم have وإمتى استخدم has. يبقى يا إما الفعل مصدر، يا إما مصدر بإس، يا إما منفي don't أو doesn't وبعدهم مصدر، يا إما am أو is أو are، يا إما have يا إما has. الناحية التانية هتلاقي will زائد المصدر أو will not زائد المصدر. طيب الكلام ده هو تعكسه لو if جات في نص الجملة، هنا بيكون فيه كومة لو if في أول الجملة، if لو في وسط الجملة يبقى المجموعة اللي بعدها اللي الناحية التانية دي كلها هتيجي فين؟ بعدها، اللي هي مجموعة الـ present simple، والمجموعة اللي قبلها كلها هتيجي اللي كانت هنا هتيجي قبلها، يبقى will زائد المصدر بنفس الشكل. يعني هنا فعل زائد s أو بدون s، am is are have has واحدة منهم طبعا، وهنا will أو want أو may أو may not أو might أو can't. طيب نشوف مثال. if you buy a camera you will take good photos. هنا الفعل الأول أهو buy والفعل الثاني will take. يبقى if you buy a camera you will take good photos. طيب خلينا أعكس الجملة دي كده، أقول if you don't buy، لو ما اشتريتش كاميرا كده منفية، if you don't buy a camera you won't take good photos. ممكن برضو مثال تاني، if I am rich، لو أنا غني I will buy a villa. هشتري ايه؟ فيلا. طيب ممكن اعمل سؤال على الكلام ده، will you buy a villa؟ احنا استخدمنا دلوقتي السؤال في future. if you are rich، if في نص الجملة بعدها present simple وقبلها مستقبل، ده ايه؟ ده سؤال. طب ممكن اعملها سؤال بكويشن بكويشن مارك، what will you do، ماذا سوف تفعل if نص الجمله you are rich، ده سؤال. يبقى ممكن اعمل سؤال، ممكن اعمل نفي مع if، ممكن اعمل سؤال باداه استفهام او بدون اداه استفهام. طيب لو سؤال محتاج سؤال وبعدين الإجابة بتقول if the weather
is cold, I will stay home. فكروا كده في السؤال. If you know the answer, raise your hand. السؤال بيقول أنا عايز سؤال وبعدين الإجابة if the weather is cold, I will stay home. يبقى السؤال إيه؟ فكروا. What will you do if the weather is cold? Very good. What will you do if the weather is cold? هتعمل ايه لو الجو كان قلنا إنه if بيجي بعدها مضارع بسيط. If I go to the shops, I will spend a lot of money. I will do all the shopping online if I am older. Am هنا مضارع زي is زي are. ممكن نعمل سؤال. Will Uncle Sammy wait for me if the plane is late? Yes, he will or no, he will not. طب ممكن أعمل سؤال بدأت تفهم مع if. What will the teacher say if I don't understand the lesson? أهو. مستقبل معمول سؤال واللي بعد اف جمله عاديه منفيه. طب لو انا ما عرفتش سؤال المستر هيعمل ايه؟ هي ويل هيلب يو تو اندرستاند. الحاله دي بتعبر عن احداث سوف تحدث في المستقبل. طبعا ممكن استخدم وين وممكن استخدم اف في هذه الحاله. بس نخلي بالنا من التغيير. طيب المفروض ان انا مع اف اشوف الفعل الاول واشوف الفعل الثاني. الفعل الاول مضارع يبقى الفعل الثاني مستقبل. المستقبل هو ايه؟ ويل زائد المصدر. افتح الكتاب عندك على القاعده دي اللي هي قاعده اف وحاول دلوقتي تحل معايا. نبدا بشهد. نمبر 1. If I help my mother at the weekend, she have more free time. Well. تمام. مضارع بسيط ويل زائد المصدر. المصدر موجود اهو يبقى محتاجين فقط ويل. مريم نمبر 2. If I too have a shop I will I will spend a lot of money. Go. Go. طب ما هي جوز صح بس ليه خدنا جو؟ لان I ما يجيش معاها جوز. لو كان الفاعل هي او شي او ات او اسم مفرد كنا خدنا جوز. تمام. عشان كده بقول لكم اهم حاجه شكل الفيرب. مش مهم ان انت تحفظ القاعده مضارع بسيط مستقبل وتروح تحل ما انتش عارف تحل. لا لازم تكون عارف اشكال الفعل. نمبر 3. سلمى. اوكي. What clothes if it's cold? Will I wear? What? Where? ما هو سؤال. فين الشكل هنا اللي يديني سؤال؟ will فاعل مصدر. Will I wear? Will I wear? عرفت ليه خدنا will I wear وما خدناش will wear ولا I will wear؟ علشان ايه؟ سؤال. شكل السؤال ايه؟ مساعد فاعل مصدر. زياد. اوكي. يا زياد يس. يا زياد تسمع؟ زي يعني تفضل معلش. When هدى كايرو she will buy some new shoes. Visit. ايه رايك هدى مفرد visit ولا visits؟ Visits. ايوه كده. علشان كده بقول لكم ركزوا على شكل الفيرب. شكل الفيرب اهم حاجه. اهم حاجه شكل الفيرب. وهحاول ان شاء الله انا جبت في معايا دلوقتي كمان كتاب تاني احط لكم منه تدريبات اكتر بقى على الجرامر لانه الحل في الجرامر هو التدريب الكتير. يعني انت احفظ اعرف القاعده في دقيقتين وحل 20 دقيقه. انما لو حفظت القاعده وانت مش عارف تفصص الجمله وتطلع الاجابه هتتوه. نمبر 1 كوريكت. كوريكت. منى will look online for a new phone when she home. هتكون gets
Lenovo. Yes. Okay. Very good. Thank you. Number two. Mariam. Hassan, not use the internet. Okay, to buy food when he is older. عايزك تحط هنا مستقبل منفي بس. مش إف هي في نص الجملة زي will not. بس خلاص خلصت will not use. بس لازم تكتبي will not use كاملة. لأنه حطيت لك خطأ not use. فلازم نكتب will not use. تمام؟ يعني ما أقولهوش أنت كمل لي لا. نكتب will not use. أوكي. سلمى number three. Who will I take to if I not know? Anyone? In the school, at the school. At the school. هو الزمن هنا مفروض يكون ايه؟ مستقبل. لا مستقبل ما خلاص خلص اهو. مضارع. بعد ايه؟ مضارع بسيط. طيب مضارع بسيط منفي مع اي يبقى ايه؟ اللي انا كنت بقوله. I will. لا ما هي ويل اهي خلاص. طيب حد عارف؟ Raise your hand. اللي ممكن يجاوب السؤال ده بدال سلمى raise your hand بس بسرعة مستر I will not هي will موجودة اهي لا will لا شهد don't تمام don't مش انا قلت المنفي بيبقى don't او doesn't هي دي مشكلة if ان انت تعرف فين الفيرب الفيرب شكله ايه بس يبقى if I don't know طب لو كانت he doesn't know ممكن isn't بس ما يجيش بعدها verb ممكن hasn't haven't بس ما يجيش بعدهم verb لكن المضارع البسيط بقى لازم في النفي don't او doesn't ويجي بعدهم مصدر يبقى الحل I don't know برافو thank you شهد okay. يعني لسه واخدين القاعدة فكده اوكي يعني. ماشي طيب برضو يلا raise your hand خلينا نفتح raise your hand Sarah buy a car if she has enough money. يا مريم ارفع يدك لو سمحتي. الموضوع ده سهلة الجملة دي. قول يا مريم. سهلة. Sarah. Sarah buy. If نص الجملة وبعدها مضارع يبقى قبلها ايه؟ ماضي. حد جاب سيرة الماضي النهاردة؟ استهدي بالله كده وقولي. ايه اللي بيجي مع اف ايه الفيرب الثاني بيبقى ايه لا تبقى مشغوله بقى طالما قلت ماضي يبقى انت مش معانا النهارده اشربي شاي في البيت زياد منجيب اس يا مستر مع باي ليه نجيب اس مع باي ده انت عندك اف نص الجمله بعدها مضارع بسيط خلص المضارع البسيط خلاص انا عايز الزمن الثاني اللي هو ايه بقى ويل تمام ويل باي ها هم زمانين واحد فيهم موجود اجيب الثاني طيب نمبر 6 when we have free time we go shopping when بتعمل عمل اف الفعل الاول ايه وعايز ايه خد شهد ويل جو تمام مريم انت هتعملي رقم 8 فكري فيها لحد ما اوصل لك سلمى نمبر 7 Okay. خلي بالك خلي بالك قبل ما تحلي بس ها طيب خلي دي للاخر ناخد مريم الاول خلي دي للاخر وات استني يا سلمى فكري فيها لحد ما ارجع لك يا شهد نمبر 8 اوكي لا 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 انا مريم سوري مريم If I am not ill, I not take the medicine will not take. تمام. خلاص كده اوكي. فكروا بقى في رقم 7 اللي عنده اجابة في 7 raise your hand. وهي دي اصعب جملة على الاطلاق. في كل التدريبات يعني بس مش الاصعب. طب سلمى. Yes. Okay.
قولي يا سلمى، انت فاتحه المايك. What? ايوه مستر، نسيت الكلمه. قولي يا، يبقى اقول what will you do if you are if you win the competition. ده مضارع بسيط. ساره will buy. If I am not ill, I will not take medicine. العكس, if I am ill, I will take medicine. يعني ايه medicine؟ دواء. دي كلها استخدامات. دي واحدة بس عندي دوشة. طيب شاهد. Okay. What invention do you hope we will see in the future? I hope the flying motorbike will be invention and by invented soon. Thank you. Number two, Mariam. Which of these inventions? Inventions do you think won't be used very much in Egypt? Why? I think that the jacket won't be very useful in Egypt because the weather is not too cold. تمام. سلمى next. Which invention do you think will become the most used? Why? I think the headphones will become the most used invention because they'll be useful for traveling. فاكرين الهيدفونز اللي هي بتعمل ترانسليتنج، بتترجم؟ فهم بيسألوا عن التنبؤات في المستقبل باستخدام المستقبل. What do you think will happen in the future? I think the robots will be very useful in the house. What do you think won't happen in the future? اللي مش هيحصل. I think people want to go to space on holidays. دي كلها أسئلة هنستفيد منها إن شاء الله في حل المحادثات. برضو لسه برضو موضوع الإيميل الأونلاين شوبينج موجود معانا، وياريت بقى نستفيد من الحاجات دي. خمس جمل هم ممكن أزود عليهم وأكمل ونعمل الباراجراف نفسه، هيكون هو نفسه الأونلاين شوبينج. Online shopping is great. It saves me time. I don't want to spend lots of time traveling to the shops. I have more choices. اختيارات أكثر. I can stay at home and buy things online easily. If more people shop online, there will be less pollution. كل دي برضو حاجات نعملها. أهم حاجة عندي بقى قاعدة F والمستقبل والمضارع البسيط، نراجعهم كويس جدا وهنحل كل التدريبات اللي عليهم. And we will stop here. Thank you very much for attending today.